مع تزايد حدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، يزداد التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات، ويتم تقليص أعداد الشاحنات، كما يتم التحكم في نوعية المساعدات الإنسانية بحيث تزيد معاناة الفلسطينيين في القطاع. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش أحمد ممدوح، مراسل أمين للأخبار. أحمد، ما هي آخر مستجدات الأوضاع لديك؟ نعم، أتحدث إليكم الآن من داخل مدينة العريش، حيث ننقل لكم الصورة الكاملة لموقف المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال، في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمثل هذه المساعدات، سواء كانت مساعدات غذائية أو مستلزمات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية. اليوم وأمس كان إغلاق كامل لمنع دخول هذه المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال غلق معبر كرم أبو سالم، والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أول أمس تم دخول 84 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، تم تفريغ 30 منها، والباقي من الشاحنات عاد مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، بينما تم رفض دخول أيضا 4 سيارات للوقود و4 سيارات للمستلزمات الطبية. هم يمنعون دخول أي نوع من هذه المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني وأيضا التهجير القسري وزيادة معاناتهم ووصولهم إلى المجاعة. منظمات دولية والمرور أكدت أن قطاع غزة يعاني من المجاعة، خاصة في شمال قطاع غزة في جباليا وبتلايا. منعت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية. جهود مصرية متواصلة لدعم هذه المساعدات من خلال فتح معبر رفح، والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى لدخول هذه المساعدات حتى في العطلات والمناسبات الرسمية، وتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية إلى معبر رفح لوصولها إلى الأشقاء الفلسطينيين، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات. لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل تقوم بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى، وأيضا استضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من داخل مدينة العريش لهذه المساعدات الإنسانية والغذائية. إليك زميل. نعم، أشكرك أحمد ممدوح، كنت معنا مباشرة من العريش.